الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اجعلنا من خير من وعى كتابك العزيز وعلم أنك تريد خيرا لنا، لكن الأكثر الأكثرية رفضت ذلك العطاء الرباني. اللهم لا تجعلنا محرومين من هذا العطاء المبارك، آمين بحقك يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان ولا عدوان. الآن نختم بحول الله تعالى وبسرعة. هذه الآية لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت السماوات والأرض، يعني كان قلنا السماوات والأرض شعرين بالثقل من وقوعها. شوف كيفاش ربما ربي يلهم اللي مش ما عندهمش عقل، يلهم وما يكون فما ثقل عند قيام الساعة، فما ثقل قبل كل شيء. الأرض سيقول ما لها، شوني وقعت منها من خطأ باش تعياك، مش خطأ، أنتم مليتوا الدنيا بالفساد وبالكذب والبهتان على رب العباد، وسأتم للنبي عليه السلام منكم يا بني إسرائيل السنين منكم من قتل الأنبياء عليه السلام، من زكريا وابنه يحيى عليه السلام، ما لها تقول رعب مالك، شو اللي مش يجرى لك ليك؟ أذنت إلى ربي وحقت، قالت يا ربي أنت طلبت أنا بعذرت. من جملة شيء بعض الكلاب هذوما اللي ماتوا على شر الحالات. لا يجليها لوقت إلا هو، ثقلت السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بخت. هذا من علامات الغضب الإلهي، من زي بخت مش بشوية بشوية، هذه علامات وإرهاصات قال عليها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الاتيان الحقيقي مش إرهاصات تنبئك بقبلية دنويا، وقال رب اقترب الساعة وانشق القمر أو لا في القرآن. لكن لا، اليدعون الإسلام عموما ما هم شاعرين بل يكونوا انشق القمر مش مصدقين، أغلبهم خلال ما يمنوا كب الملموس والمحسوس والمشمومة، عندك ريحة المرأة الفلانية تشمها ولا المرأة ريحة الرجل الفلاني وريحة رعت الفلوس الحرام يشموه. أما أن يتوقع لفما شر عظيم مستطير سيقع على حسابه، هذا لا ما يمشيش معه. قالك سن مارش بلا سن مارش با مي شي دو تو با مارشيكم إلا بول، لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك أنك حفيظ عنها، كأنك أنت لك علم بكل خصائصها حتى اللحظة التي ستقع فيها. الله لا يشرك في أمر أحد. قل إنما علم عند ربي، وزيد التكرار بس خذيك لكل الناس في الجهل الغرقي. قالك أنا مسلم وأنا مسلمة، ما سألوا لو الإسلام كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، الإيمان ليس بالتحلي ولا التمني ولكن ما وقع في القلب وصدق العمل. شنو أعمالكم؟ أنتم مرذلة، أنتم غير صالحين، لا أنفسكم ولا غيركم، لا أنكم بعثرتوه هلكتوه خربتوه، خاصة البنات الصغيرات وكالشبان اللي ما كتبتوا فيهم الحقد على الإسلام، يعني تقول أنا مسلم وهو يرى بيك اللي أخطر الناس على الإسلام. ما يقر بيك ويجب حتى يقتل اللي ما تحياش، ولا أنت اللي ما تحياش. ولا ولكن استدراك، ولكن أكثر الناس لا يعلم، تحبوا تكفر. قلت نحن نعلم ونحن نعلم أنكم لا تعلمون، لو كنتم تعلمون لاجتنبتم إغلاب الرحمن الذي قال فلما أسبونا انتقمنا منهم. صدق الله العظيم، والسلام على أهل الإسلام.